اتولدت كفيف البصر، عندي نسبة إبصار قليلة في عين الشمال، بمشي بيها بالنهار كويس وبالليل الرؤية بتقل، فبمشي بخطى أبطأ وما بمسكش عصاية وبعتمد على الله. غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس مع الأذنين سكنت في مصر في هذا السكن في إمبابة واشتغلت في مخبز عيش بلدي نصف آلي فترة إلى أن سمعت أن فيه تعيين في وزارة الأوقاف فتقدمت بأوراقي الرسمية وده كان شيء محبب إلي أن أنا أكون موظف في المسجد لأن الوظيفة في المسجد تعتبر دنيا ودين في نفس الوقت. طبعا ده 220 هنتخيل بقى لو هو هنتخيل بقى لو هو 211,000 فولت هيعمل ايه بقى؟ طبعا ده نور بيعمل عين بيعمي العين عشان ما حدش يقول ده ايه؟ ده احنا بنعمل حاجه زي كده عشان ننور. لا ده مش نور عادي. وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السنة الجاية هتستخدم وزارة الأوقاف 1000 جهاز ريسيفر في 1000 مسجد عشان توحيد الأذان، ولأن الأذان هو إعلام عن وقت دخول الصلاة والصلاة هي صلة بين العبد وربه، فيجب أن يكون الأذان حي مباشر بصوتي أو بصوت واحد من المؤذنين، ما يكونش فيه كاسيت أو تسجيل.